مساء الخير. بين علي وهايدي مين رح يرجع على الأكاديمية؟ الجواب بين إيديكم مشاهدينا، لأنه وحده صوتكم بيعمل فرق. فصوته بكثافة للطالب يلي برأيكم بيستحق يتابع المغامرة. والليلة رح نشوف كل الطلاب بآخر نشاطاتهم بالأكاديمية، وبداية مع صف جديد للمسرح مع بيتي. شفتك عم تبكي، ليه عم تبكي؟ مين عم يبكي؟ ليه مين عم يبكي؟ شو في؟ لشو البكي؟ سبقتني الشقرة وفاتت. لشو البكي؟ ليش الشقرة؟ شو في بكي؟ ما فهمت. خلص بقى يأستوني، كله بيبكي. أنا عم بسأل صراحة، ما بكيت، شايفتيني باكي شيء؟ على طول مورد وخدود وحمر. صار عينك ما بقى تبكي، خلص لا بقى تحكي لي معك بالبكي ولا شيء. حياتي كلها مش باكي، أنا صغير مش باكي. يي بونجور. لما فطرت مين عم يبكي؟ ما بعرف. يأستوني، شيء ثقيل. كل ما بيجي بشوفكم عم تبكوا. كنا عم نبكي؟ هذا الاكزرسيس اليوم؟ لا ما فتحت سيرة الاكزرسيس بعد، بعد موجور بعد، روقوا علي. بتفوتوا على مكان، هيدا المكان انتو حرين تحددوا شو هو، يمكن يكون هيدا الصف، يمكن تكون غرفة نوم، يمكن تكون حديقة، يمكن تكون بيت قديم. بالطريقة اللي بتفوتوا عليها لهالمكان انتو بتحددوا، وبتلاقوا شيء، غرض. هالشيء أو هالغرض بيحيلكن ذكرى، ومن أثر هالذكرى بتغنوا غنية. فيكن إذا بدكن تحكوا كلمة كلمتين ما في مشكلة، أنا عندي يعني الكلام مسموح، ولكن بدي حاول لأنه مرة بالأسبوع نشتغل على غناء تعبير، يعني أنا على التعبير بالأغنية. يلا 5 4 3 2 1 توب. اوكي ماما هاخد شاور بسرعه واجي لك. ها شو تقف ماما، انت وضبتي لي الاوضه. ميرسي يا حبيبتي، يقبرني قلبك يقبرني. يا الله لقيتها فين دي، حشتني قوي. شو كانت حلوة الليالي، والهوى يبقى ناطرنا، وتيجي تلاقيني ياخدنا بعيد غدير المي والليالي. لا أنا هدخل أخد شاور بسرعة. يا الله حدا عنده ولا شيء. اول شيء ثانكس مام، وضبتي لي الاوضه، انت زبطتي لي الاوضه، ميرسي كثير. وين لقيتها هيدي كذا؟ هيك كيف غنيتها من دون ميلودراما، من دون هيك كثير، واخذت هيدا مشهد كامل متكامل، لا بده اكثر ولا بده اقل. انتوكم ما تفوتوا. زعلوا من المود. لا بس ما بعد ما لحقت تصير الغنيه ذكرى. لا انت ذكرتك بشخص الغنيه، او ايه انت ذكرت ذكرتني هي ذكرت. ما حسينا بالشخص. انا حسيت انه تذكرت شخص بالغنيه. بس مين حس انه مين حس انه تذكرت شخص باغنيه؟ بس انه مين شخص ما عرفت. هايدي يعني كانت ممكن تقول مثلا التعبير والجمع كانت يعني ما حسينا انه تذكرت شخص. انتبهوا لقلنا في اغنيه سمعت صوتها، انا كاني سمعت صوتها. انت مغنيتيها ايه صوتك؟
يعني ما حسيت بشخص. وبعد ما صارت الأكاديمية جزء هالقد بعيد، بفهم لما نفات تنقول على الصف أو لما نقابل لعب، بمجرد ما حط مشيت وغبرة وكذا منحس كأنه مكان مهجور، بس هون بعده مكان عايش، يعني استخدم كمكان عايش. إنه جايز أنا بدي فوت أتمرن ما حدا يزعجني. ما نظمت كتير أفكاري. واضح. يعني جايز أنا فيت أتمرن شوي لقيت سدي وكانت مخنوقة هونيك، ما شفنا ولا أي تعبير على وجهها، صح؟ حطت السدي سمعت حالة بلشت تغني، دهما صوت قلقه. ما نوب. يلا باي باي مدام تي. سكران انا وقت الرساله فكرتك هلا بلا. يلا مدام سلميها لي كثير. اوكي هلا بابو سيا. هلا باي باي مدام. بريك اول ومن بعده بنعرف سبب انزعاج مبل بصف المسرح. منتابع يوميات الطلاب مع مبال يلي شاركت دينا سبب انزعاجها بعد صف المسرح. قسم الله رأينا انه انا عم جرب انه مثلا في اوقات عم تزبط معي واوقات ما عم تزبط معي. انا اصلا قبل كنت بزعج، انا قبل كنت مزعوجه بس انه نزلت لي هالانزعاج انه ما طلعت من قلبي شغلات بعملها حياتي. أقول لك على حاجة، أنا كنت في مكانك في يوم من الأيام لغاية الأسبوع اللي فات عملت حاجة جديدة عليا اللي هو جرائم، دخلت عملت شخصية مختلفة تماما عن شخصية. تمام؟ فكرت كنت زيك عاطلة تماما بالتمثيل. لا مش قصة هيك، أنا مش عاطلة بالتمثيل، أنا بعرف أنا عاطلة خالص. أنا مش عاطلة بس أنا ما عندي ثقة بحالي. هو ده أنا كنت أنا ما هي ده بيولد قلة ثقة. أنا كنت دايما من بيتي بحس إنها بتنظرني نظرة اللي هو إيه بقى اشتغلي اعملي ده فكري قرري اعملي. كنت لما قالت مدام بيتي إنه أنا أضعف صورة بيناتكم أنا أوكي بعرف هالشيء. طيب إحنا مش هنختلف. أوكي مش هنختلف، أنا في أقوى مني كتير. انت ما تعرفوش هايدي اقوى مني. بس انت صوتك اقوى من صوتي. من صوتك انت؟ اوكي انا اقوى منك. اوكي هايدي اقوى مني. دايما اعرفي قيمه نفسك وانت حاطه نفسك فين. اتكلم بجد، انا دايما حاطه نفسي. لا لو هنتكلم على الشباب انا شايفه ان مروان اقوى واحد، بعدي عباس، نسيم. بس كل واحد عارف قيمة نفسه. مش والله العظيم هتريحي نفسك جدا وهتريحي دماغك لما تعرفي قيمتك فين. انت فين وسط الناس دي؟ أزمة الجلي رجعت على أكاديمية ومين بيعرف يحلها أكتر من دينا؟ خلونا نتابع. يعني اليوم أنت وهايدي؟ ثلاث. لا طبعا. تسعة ولا تسعة؟ لا. هو واللي قرر بيزعل بتاع انا بحب احكي كده اذا قالوا بيغنوا وراك كتير من دول بيغنوا. رأي اسمي مروان و علي انيس وانونيس. ما بيرو انيس، انا مع مروان. والله ما غسلنا مع مروان، مروان بيقرني وانا ما بغسل حالي. ايهاب بقى ماشي حاطين نقطتين هنا، نقطتين على اسمي علي هنا. إيه؟ مش هذا علاء عشان كل الناس تقبوا إيهاب يعني. لا بس يبقى الخميس إيهاب وحد يساعده. أنا هساعده. قد إيه أنا كريمة؟ أنت دينا حبيبتي مش كريمة. الجمعة الله اللي مش هيمشي على الجدول ده مش هيحصل له كويس.
السبت دينا ومحمد عباس، الحد هايدي ونسيم، الاثنين حنان ورافائيل، الثلاث مابيل وانيس، الاربع مروان وعلي. قبلوا المطعم لحد اقول لك الاربع مروان وعلي. انا رافائيل اذا بتريدي. ما 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 رافائيل وحنان. لا مين ده؟ اذا بتريدي انا ورافائيل. انت معك مرة الماضي انا ورافائيل جلينا. ايه خلاص هذيك المرة فاتت. اوكي علي هيجلي معك. انا ورافائيل. لا رافائيل مع حنان. انا اخترت انت وعلي. عمالك اذا ما في شيء ما في شيء بيني وبين حدا. بس انا ورافع انا مرت ما جيت انا ورافع خيط لك انا ورافع على المجلى اختي بنبسط تكيف انا ورافع على المجلى. يعني مش تنبسط يعني انت حاطه نفسك مرتين. طب ليه انت مثلا انت محمد عباس مثلا ليه؟ ماشي اوكي وانا وايهاب على فكره. لا بس ليش يعني ليش محمد عباس ليه؟ ما نحتاج انت وايهاب مره ثانيه مثلا ليه تتفاجئ انت مش حطيت على حد حطيني انا ورافع مره واحده وخلاص. انت وايهاب كره تونس. انا ورافع. لا مش انا وحدا. انا ورافع يا اختي. انا ورافع على المجلى. لو رافع هيغسل معاك انا هتغسل مع مين؟ خليته اسمع ما بده شو ارده رافائيل. خلاص انا اقول لك على حاجه حلوه. اقول لك على حاجه حلوه. بصي شيل رافائيل حط ايهاب. تشيل رافائيل حط ايهاب وحط رافائيل مع مروان. لا انا علي. وخلي علي تبرك يا دينا. طب معقول عم هلا عم تخلينا تكون مبين مثل الولاد الصغار يعني عم شارع اشياء ما لها عازه. ما بعرف كمان جينا قوي خي كيف ما حسيت بالوقت خي عم نحكي كلنا. انت متخيل ان الموضوع علي؟ انت متخيل الموضوع وصل ان كل واحد بيختار مين بيحب عشان يغسل معاه؟ مش اديله خلاص اوكي. مين هيبقى مزاجه حلو وبيغسل معاه وواقف جنبك؟ ايهاب كده حنان وايهاب. يبقى نسيم. يبقى نسيم ودين. يوم الخميس مجليش. نزولي بس مش انا وياك دينا. مش انا وياك. ممكن انا وياك مجلي. خلص حطه. الجمعه ما فيش حاجه يا نسيم. والخميس انا وياك. اوكي 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 انا وياك. اوكي احنا فيها نسيم. اوكي الاربع والخميس ده انتهبل اهبل من الهبل. الخميس اصلا ما بيبقاش في حاجه. كله بيبقى بره اصلا. اللي انت ما تعرفوش بقى يوم الاربعاء بيبقى كله بره بيسجل قراءه. يا الله ايه ده مين اللي قال؟ يلا انا خليني يوم الاربعاء. اوكي هو بيتذاكر. اوكي يوم الاربعاء على فكره ما تنساش ان بيجي لنا اكل من بره فكله بيبقى مطلع. تكرم يلا اغسل يا حبيبي. اغسل ومش هساعدك. هتغسل لوحدك اصلا. بيجيب العلب يعني ما تعرفش هم يكبوا العلب لوحدي. لا لوحدي. لا كل واحد معاه وانا لوحدي. ليه ليه ان شاء الله؟ خميس احنا قلنا مروان لوحدي. ليه ما تنسوا مشاهدينا تتواصلوا مع الطلاب عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وتودوا لهم كل رسائلكم. توني البيع زار الطلاب وقدم لهم صف جديد من الغناء. بونسوار. هذا الصف اللي عم بعمله اليوم مشوق ومهضوم وعددكم مهضوم كمان. بس بدنا نكون عم نعمله تكملة تانية مع مس باتي. يعني رح بلش انا وياكم فيه. انا بهمني اليوم مش يكون تكنيك ظابط وهيك. لا اكيد هذا شيء بهمني. بس انا اليوم ما بدي اتعبكم كثير. بدي بس ظبط كم شغله فيه نحفظه وبعدين نبقى بالساعه اللي من بعدها هو ذاته رح نعيده انا وبدن بيتي. هي بتشتغل معكم تمثيل وانا بشتغل معكم تكنيك وبوز دو فوا. ده النهارده الكلام ده؟ لا طبعا لا. وهو ما بده كثير. بده شويه تركيز بيخلص معه. الدرس كثير مهضوم ما كثير بده تكسير. عرفتوا؟ انتوا بتعملوا مع مدام ماري كونكون صح؟ ايه بظن انتوا صرتوا عاملين مع ال1 وال3 وانا طلبت منا اعمل منا ال2. لا استوني ممكن نوطي المزيكا؟ اس سيلانس نفس خلاص. صال سيدو. هاي ده معصر يا استاذ. ولا صار ولا صار ولا صار برا. بس لورا بس حطوهم على جرب. ما حدا يحرك بايديه. كلكم تابعوا ايدي. يلا اخر مره. ميرسي لانه حبيتوا الدرس. لا بابا لحظه. وقفوا ايديكم بليز. بريك تاني بحلقة الليلة ومنرجع من بعده لأخبارنا.
يوميات ستار أكاديمي بتتابع. الطلاب مرات بيتفقوا ومرات بيختلفوا ومرات بيتواجهوا على مواضيع متصلة بيومياتهم بالأكاديمية. فشو كان سبب المواجهة بين مروان وأنيس؟ أنا أنيس، مش أنا عن أنا كل مرة يحيي هالمخلوقة قدامك دينا رح أسألها خيي. كل مرة بشوف الطاولة هيك، البار هيك، المجلة هيك، كبيات بقط قدامه، ما بفتح تمي خيي، بغض النظر صورة مين مكتوب عليها أو لمين الكباية. ما أنا خبرتني، تخيني خبرك. أنا لو ما كذا مرة أنا مستعجل تكلم. لا لو ما كذا مرة أي مستعجل بدي فل. لو ما كذا مرة شايل من قدامكم عم بحكي كل واحد بوحده، لأن أنا ما كنت أحكي مع حدا، كنت شيله أسكت شيله أسكت شيله أسكت. هلا أنا عم بخليك معي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي. إذا شايف زبالة إذا بنضل بهالطريقة أنيس ما حدا أنت عم تحكي نفس الحكي اللي عم بحكي أنا، عايشين ببيت واحد، وإذا ضلنا بهالطريقة إذا بدنا نحكي حبيبي بدك تضلك عايش بالجي، حاط الكاسات هون وهونيك وهونيك، بدك تضلك عايش بالجي، ما بتفتح تمي خي، ما حدا بيفتح تمه الآن. كل واحد عم بحكيك إياها بوجهك، عم بحكيك اياها بوجهك، لا انا عم بحكيك اياها بوجهك، انا عم اقول لك انه انا عم بحكيك اياها بوجهك، مش عم بروح عند فلان اقول انيس ترك وانيس عمل انيس سوى، عم اقول لك اياها بوجهك انه انت تركت وانت عملت وانت تركت وانت سويت. امبارح غدا مثل ما مع خبزه البرجر مشقوف حطوتها على الطاوله كله حمص كله على الطاوله. خلص اوكي عم خبرك، عم تحكي عن امبارح، انت مش عم بارح، مش مجبور. هيدا اقرب، ما هيدا اقرب مثل، عم بحكي عنك وعن غيرك انيس، مش مجبور، عم بحكي عن غيرك وعن عم بحكي عنك وعن غيرك. مش مجبور انت بتشوف هيك الطاوله وبتحكي بهالطريقه. انطلب انه ينحكى عن النظافه وعن الترتيب. انيس على طول بشيل بشوف ورا غراض وراك انا، اوقات بغض النظر دينا، هلا بدنا ناخذ على ايدينا مزبوط. انا لو ماني شايف ما بشارع وما مش مستحلي شارعك انيس، ولا دخيل ولا مستحلي اسمع صوتك، ما تخبرك خبريه. الفكره لو ماني شايف كذا مره ما بجي احكيك لك، ونسيم كذا مره حكي انا قايل له ايه ولا لا. انا يا مروان انا بحكيك بوجهك بقول لك انت ما دخلني بناس ثانيين، تخيل عم خبرك يا حو قدامك انت تحكيني الي انا بزعجني. أيوة شغله في نفس الموضوع، يخرب بيت كل اثنين في نفس الموضوع هلا ومتعلنين وبتعيطوا. خلص طلع هم قاعدين بيتكلموا مع بعض، انت اللي دخلت. انا دخلت اشوف اخذ الفكره دينا. دينا سؤال صغير، كم مره قدامك بشيل تيك اواي اكل او بشيل شوك على الطوق قدامك؟ كم ما بين كم مره امامك بشيل كبايه اكل؟ مش رح تزعلك ما بين هلا قلنا شهرين هون، ما عم تفهم مروان. مثل ما انا احترمك، ما تعلي صوتك ولا انت زكري. انت معلي صوتك، انت معلي صوتك، ما تعلي صوتك بوجهي لانه انا حدا بتشوف. ما تشوف خلص، ما تسمنش انيس اذا بتريد ما تسمنش. شو ما تهدد فيها، مش مستاهله. لا 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 تعصبني انيس، ما تعصبني، ما تطلع الحدا السائل اللي فيه انا. بشوف كيف سائل، اذا بتريد خليك منيح معي، ما تعلي صوتك بوجهي، خليك منيح معي، ما تعلي صوتك بوجهي، خلي انت كمان، خليك منيح معي، ما تعلي صوتك بوجهي، خليك منيح معي يا خي. انا مش منيح، ما تعلي صوتك بوجهي. اوكي ما خليك منيح، صوتك انت ما تعلي صوتك، صوتك وطي انت، صوتك بس عم خبر، ما بدي وطي صوتك، بدك توطي صوتك خلص. انا المستوى انزل، ما تنزل المستوى، ما تنزل اصلا، ما تقطع المستوى تنزل يعني. واو، الطلاب دايماً عندهم حشرية يتسلقوا جدار الحديقة ويشوفوا شو في خارج الأكاديمية. هالمرة كان الدور على علي. كيف نطلع؟ هنا مشكلة، كيف نطلع؟ أنا جبت حركة، أنا جبت شيء أحلى، قل لي إيش؟ ما في طوبة نطلع عليه. لا هذا يتعبنا، خلنا نجيب كراسي. شوف نطلع على فوق السور فعلاً؟ إيه مش عندنا يا عم. لا مش هينفع. شو؟ والله احلى، والله احلى فوق والله. اسمع ما عليه واحد ما ادري ايش مسوي. اسمع نطلع بس نجلس فوق كذا ووجهنا كذا على البحر، حلو كثير. وجهنا فين؟ على البحر. انت مجنون يا ابني. يا عمي مجنون ايش الحين؟ شوف ما عندنا شيء، اجيب الكراسي اللي هناك بس نطلع. لا 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 ما تحطهمش على بعض، هيكسروا. ما انكسر شيء، هيكسروا والله. يا عمي احنا خفاف، طب ما احنا خلاص لو طلعنا لو نسينا على الطوب دي خلاص خلصنا. لو نسينا ممكن نكسرها، بس شو احنا ما انا. لا 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 شوف يا عم زعل، استنى بس دقيقه. شوف اهو زي الحلاوه، قشطه. حط بس ايدك هنا. ها الله على الشمس. المشكله هنا.
حرامي حرامي احنا فين احنا فين انا تهت مني انا والله الجو رهيب حلو البحر في وجهي عشان نطلع انا كمان اسمع البحر في وجهي تعال بس على فكره هذا وسخان بس هذا كله ابيض شوف حلو اطلع نفض الدم مش هتفتح مش هتفرق والله يلا في يلا في واحد جاي من هناك شوي اكيد مش هضربك بالنار يعني شنطه شوي بس خليه لا هذا معه بيقول لك ايه مو لي ها؟ مو أنا يلا عيوني لا شمس يا شيخ شمس بريك أخير مشاهدينا ومنتابع نحن وياكم حلقتنا نرجع لأخبار الطلاب وبدي أذكركم بفرصة الربح مع سي بي سي لأكثر من سفرة على بيروت التفاصيل على www.cbc-eg.com أما هلأ فرح نشوف كيف كانت الاتصالات مع الأهل ونعرف شو سبب زعل حنان من بعد الاتصال بوالدتها ألو ازيك يا محمد؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. اما براوه ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. عسل يا قلبي. انا مبسوطه منك وعايزك تفضل كده على طول ان شاء الله. ايه الاخبار؟ الايفال عجبكم؟ اهدى كل حاجه تحفه. والنهارده عبد الحليم عسل. انا اتلخبطت في شكلك. كلم مها. انت عسل يا حبيب قلبي. يا حلم يا ما عظمة على عظمة. ده انت كنت مسخرة. بص مصر كلها بتضحك عليك وعلى اللي انت عملته عاجبهم جدا. ربنا يوفقك وعايزك تفضل كده. خلي ماما تكلم علي تسلم عليا ونسيم. يلا علي ماشي ماشي. الو ازيك يا علي؟ اهلا يا محمد اخبارك؟ ازيك يا حبيبي؟ مش عارف محمد والاختي يعني مش هتفرق يعني. ازيك يا علي؟ تمام ماشي الحال. انت كيفك؟ كله تمام؟ ازيك يا حبيبي؟ بحبك قوي يا علي. وانا بدي نسيم دي نسيم بسرعه قوي عشان ما يموتش. وانا وبحب صداقتك مع محمد قوي وبدعي لك والله. حبيبي ولو محمد اخويا بدي نسيم بدي نسيم خليكم كده قدام الكاميرا اشوفكم انتوا الاثنين وانتوا بتعيطوا. هيموت ازيك يا ابو محمد؟ لا انا نسيم ولا انا نسيم. اهلا ازيك يا نسيم؟ ازيك يا قلبي؟ ازيك يا طوم؟ مش الاسلوب اللي بتستخدمه. ثانك يو. بحبك يا نسيم. وانا بحبك جدا. الو الو بسمعك. الو سامعك. ازيك يا نسيم؟ الحمد لله. وانت ازيك؟ بلغه سلامي لهايدي وعايزاها تكلمني المكالمه الجايه. وبنحبكم قوي ومصر بتحبكم ودمك زي العسل وسلامي العالي والسعوديه كلها مبسوطه بيك. ثانك يو. بسلمني على الكل ان شاء الله. ماما كده وصل ايفال. ايفال ما خدمتيش يا حنان. ما خدمتيش قلت لك نزلتي له ورقه تسيبيه مزيان. شنو قالوا الاساسي ده ما عجبهمش؟ المقدمه والعاد والخد تكتبيش حنا تدخل تكتبي واخا. هما شنو قالوا هما؟ لا ما سمعتش مزيان. المهم ما خدمتيش مزيان. خصك تخدمي مزيان. هما ما عجبهمش ليفال حنان. انا ما عجبليش ليفال. اجتهدي. انا ماما قالت لي ياك حنان ديما كنقول لك المقدمه وسميتو والخاتمه. حنان علاش ماما فاش كتقول لي حنان علاش كتقول لي كنفشل وكيكون صافي؟ ماما كتقول لي علاش عارفه كندا الحق. شافتك باللي غلطتي. كتقول لي ماما حنان انا وضعي ماشي بحالكم نتوما. انا وضعي ثلاث مرات انا نوميني. واش فهمتوا البلان ولا ما فهمتيش؟ فاش تقول لي في الايفال حنان هذه ما درتيهاش مزيان انا علاش غنبقى في البروغرام؟ ماشي حسن ليا صراحه. يعني صراحه انا حاولت وكتبت ودرت في الاخر فاش كتدخل كيتنسى ليا كلشي.
ليش عم بخانة يا أنا ما فهمتش لبعك بالصحة صافية وصلت توب وصلت زمان ايه ماما مخرج اللي مكش لا تقول هذاك معك بحالك اصلا ماتيني وما عرفوش التخطيط احنا فيه اصلا دابا هي دابا هي مسكينه ما باغاش تكذب عليك فهمتي ما تقول لك اللي كاين بالضبط ما باغاش تكذب عليا وهي ما عارفاش باللي احنا كنعيشوا ستريس اي كلمه زوينه كتاثر فينا اي كلمه زوينه كتساعدنا واخا نكونوا احنا ما دايرينش نقولوا لنا كلمه زوينه والله كتكذبوا علينا والله العاد اقسم بالله ما عندي قوه باش نكمل حياتي خلوك يا حنان دي ماما فهماني دي ماما ما عشان كده عايزك تركزي دابا ماما فهمتي دابا ماما كنت هضر معاك ان ما عارف دابا الناس باقا ما عارفاناش حنا اش كنعيشوا كنعيشوا ستريس ديما ستريس ديما انت موجد ديما انت موجد ايفال ديما موجد برايم بجد كلمه حلوه بتودينا كده وكلمه وحشه بتودينا كده فهمتي من هنايا كنقول كاع العائلات ديال الناس بليز قولوا المشتركين كلمه زوينه يعني ما تقول قاعد كذبوا عليهم سيدي حتى عارفين احنا في ستريس يعني اي كلمه كتاثر فينا اي كلمه زوينه خايبه كتاثر فينا يعني زوينه كتهز من المعنويات ديالنا احسن 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 حاجه نكونوا يعني يقولوا لنا كلام زوين فهمتيني نان بغيت تخبريني ان شاء الله دائما المشاكل بتجي انا بالدنيا ما بعرف انت وشو اي راح اخبرك اكيد نوميني انا مروان الله يك شوف 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 سيبة من ورايا من تصرفاتي انا انت ما اللي هي تعرف الفايز تفهم انت ما دخلك يمكن انا 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 عن اللي حكينا عنه اول شيء ايه عنجان ايه ما تعت الهم كثير كبر الموضوع على فكره امك معصبه مني كان كثير وبي كمان هذا حمد تنحل وحياتك من حد سوت بقى انا مرجع عني حمد بيكون رواء لا اذا عصبت بينحل الموضوع لا ما في شيء تسمع كلمه امي شو صار 1 2 3 بتنحل ما تعال ما تزدي على حالك وانا حدك انت تحل الموضوع اذا انا شو يا دوب شو تكلم شو ها تكلم مع رواء لما تمي ما نسمعش وانت شو شايفه الغلط دايم صار لا تزبط شو كل شيء سمع انا حدي اللي بيصير عليك بيصير علي مو في الصف مو في الصف حلقتنا خلصت الليلة مشاهدينا ما تنسوا تدعموا هايدي وعلي قد ما فيكن وأنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة باي باي زي العسل على قلبي هواه 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 زي العسل ¡Gracias!